مشاهدينا، اسعد الله مساكم من صالة نادي الكويت بكيفان. ننقل لكم اليوم الثاني مباريات كأس الاتحاد 51 من المجموعة الثانية بين نادي الجهرة ونادي الشباب. انتهى اللقاء الأول من المجموعة الثانية، أيضا فريق نادي خيطان عاصم المجموعة الأولى، مباراة مجموعة بين خيطان واليرموك، استطاع نادي خيطان أن يعني يوصل الدور الثاني دور الثمانية، فوز على اليرموك 27-26. هذا اللقاء من المجموعة الثانية، طبعا الفائز بين الجهرة والشباب راح يلاقي الكويت اللي واصل يعني دور الثمانية مجموعة. وبداية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، والكرة مع الجهرة بقيادة سعود مفرح وأحمد مفرح الخط الخلفي وعبد الله الحجرف. 6-0 دفاع الشباب، راح يعتمد على الدفاع تسكير منطقة الوسط. هذا سعود تبادل من المراكز، مبارك بندر أحد ناشئين نادي الجهرة، وهذا الحجرف أخطر اللاعبين، وسعود لكن في رمية حرة خارج منطقة التسعة. مناحي طبعا لاعب الدائرة، لاعب أيضا ممتاز، هل راح يسجل أول أهداف هذا اللقاء الجهرة أم يخطفها الشباب؟ برافو يا سعود، لكن وين يا بندر؟ برافو يا سعود، لكن مبارك بندر، هذا مبارك بندر أحد ناشئين نادي الجهرة، أحد ناشئين نادي الجهرة، أضع الكرة، وهذا نجف الباك الأيسر. شوف دفاع نادي الجهرة 6-0 أيضا، 6-0 طريقة دفاعية، وهذا أحمد مزعل تبادل، برافو، حاول وصل الكرة على الدائرة لكن دفاع، وهذا الحجرف، الحجرف الحجرف، وبرافو يا عبد الله الحجرف، اول اهداف عبد الله الحجرف. هذا عبد الله الحجرف اللاعب القوه الضاربه في نادي الجهره، لاعب منتخبنا ايضا، لاعب ممتاز ومميز هذا اللاعب، وعنده امكانيه كبيره بالتصويب من خارج امتار التسعه، وايضا بالتصويب من امتار ال11 متر، بامكان انه يصوب مسافات بعيده والاختراق والتمويه. كرة مع الشباب، الجيماز حاول صوب بلوك قوي، وأيضا يقطع الكرة الجارة، فاست بريك عباس، هذا نعم نعم نعم، هذا ولد عباس طه، هذا ولد عباس طه، برافو همحم، برافو. الهدف الثاني يسجله محمد عباس طه، أول داشين على 3 دقائق، واثنين صفر الجهرة. ايش راح ينفذ نادي الشباب؟ شنو الطريقة اللي راح يلعبها؟ تبادل بالمراكز، شوف عبد الرحمن يوصل الكرة إلى الجناح، لكن دفاع، دفاع ضيق الزاوية على اللاعب المزعل، حارس مرمى تصدى الكرة، لكن شوف ولا خطأ، خطأ من لاعب نادي الشباب، عدم استلام الكرة بالطريقة الصحيحة، وترجع الكرة إلى الجهرة. برافو عيسى البلوجي لما تصدى إلى كرة أحمد مزعل، شوف غير طريقة الدفاع، بدأ يتقدم 3-2-1، شوف الدفاع متقدم، يحاولون يبعدون الخط الخلفي، هل راح يلعبون 4-2؟ ينزل على الدائرة سعود مفرح أو أحمد، خلينا نشوف من اللي راح ينزل، تبادل المراكز، وهذا سعود وأحمد، يا أحمد، أحمد خطر، لكن برافو حارس مرمى الشباب، وكرة سريعة، كرة سريعة، وفاست بريك المزعل، برافو يا المزعل، وهدف فاست بريك جماعي، هذا أحمد مزعل، برافو يا أحمد، بعد ما تصدى عيسى البلوشي إلى آس مبارك، تصدى الى كرة لاعب الجهرة، وهذا مبارك الحجر راح يهدي سعود، بالفعل يهدي، تصدى لكرة احمد، وردت على طول فاست بريك من مبارك يوسف، سعود مفرح الحجرف، قلت لك اخطر اللاعبين
احمد مفرح ايضا من اللاعبين الممتازين، وسعود خبرته الى الجناح، لكن سهله سهله حق مبارك يوسف. وهذا محمد فاست بريك جماعي، نجف نجف الى مزعل، لكن هالكرات هذه هالكرات السهله ممكن تاثر على الفريق، ممكن تاثر على الفريق، كثره الاخطاء ترجع عليك عكسيه الكره 100%. ايش راح ينفذ الشباب فيه دفاع 6-0. مزعل يحاول يصوب باستعجال، لكن في عاق في عاق دفاع 6-0. برافو يا مزعل، برافو 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 يا احمد، مهارة فردية، هذا احمد برافو، هذا حارس المرمى عيسى البلوشي برافو، شوف التمويه الممتاز من اللاعب احمد مزعل. 2-2 داخلين على الدقيقة 6. طبعا الفائز من هذا اللقاء راح يواجه نادي الكويت العميد. شوف الجهرة، نزول حمود خليف ايضا من لاعبين القوة الضاربة في فريق الجهرة، لاعب استطاعته يصوب من خارج امتار 9، راح يعتمد عليه مدرب الوطني بدر جزاع. وسعود الى الجناح محمد، لكن ايضا يقول ما فيها شيء ما فيها شيء، وترجع الكرة الى الشباب، لكن تمرير الخاطئ ما وصلت حق الحمادي، عبد الحمادي كان على الدائرة لكن ما وصل الكرة المزعل بالطريقة الصحيحة. وسعود ايضا شوف كثرة الاخطاء، كثرة الاخطاء من الفريقين، كثرة الاخطاء من الفريقين اكيد راح تأثر على نتيجة المباراة، المفروض تكون المباراة فيها يعني اكثر من 4 اهداف، ولا الحين احنا 2-2. شو راح ينفذ نادي الشباب؟ شوف عبد الله، شوف محمد سالم اللي هو بالجناح يبدل مع احمد مزعل، اكيد راح في يعني خطة راح ينفذها، في خطة راح ينفذها. شوف عطيه يطلع خارج منطقة، هل في التصويب نجف، لكن برافو يا نجف مرة ثانية، وبرافو حارس مرمى عيسى، وبرافو ايضا عيسى، برافو يا عيسى، ورمية جزاء، برافو يا عيسى، برافو يا عيسى، كان يبي مساندة من المدافعين، من 3 كرات ان احد يستلم الكرة. شوف شوف برافو برافو فريق الشباب، ورمية الجزاء، وراح ينفذ رمية الجزاء العطية. برافو برافو يا علي، هدف هذا علي العطية اللي سجل، وهذا حارس مرمى، برافو عيسى البلوشي اللي تصدى له 3 كرات. كرة مع الجهرة، دفاع 6-0 امام الجهرة، ونزول محمد مفرح رقم 4 الجناح الايسر الخطير بصراحة الخطير. والجهرة طبعا احب يعني انوه بانه هو ثاني بطل كأس، ثاني بطل دوري الدرجة الاولى، القراي الاول هو مركز ثاني، وهذا انجاز يحسب للمدرب الوطني. برافو يا سلام على هاللعبة من الجهرة، يا سلام على هالخطة، يا سلام عليك يا محمد ويا سعود، وراح تشوفونها بالإعادة، مخرجنا راد البركة. شوف التكتيك الجميل من فريق نادي الجهرة، شوف المساحة اللي فتحها حق محمد، شوف الحركة اللي لعبها محمد، شلون فر الكرة ويسجل الهدف التعادل 3-3 3-3 الجهرة والشباب. راح ينفذ عبد الرحمن جيماز، برافو يا عبد الرحمن، وبرافو يا نجف، اختراق سهل، هذا عبد الله نجف، هذا عبد الله نجف، برافو يا نجف. وحمود حمود خليف، لكن في عاقه في عاقه، حمود خليف لاعب ممتاز يصوب ايضا من الخارج، سلامات يا العطيه، هذا حمود، هذا حمود لاعب جيد من ناشئين نادي الجهراء الحجرف. سعود مفرح راح ينفذ
الجارة راح يفتح مساحة للتصويب من خارج امتار التسعة، محمد لاعب الخطير ايضا بالجناح، وهذا عبد الله الحجرف حمود. شوف يحاولون يوصلون الكرة، يحاولون يوصلون الكرة حق لاعب الدائرة، لاعبين نادي الشباب نادي الجهر اسف، يحاولون يوصلون الكرة الى مناحي، فهد مناحي على الدائرة، 4-2 نزول على الدائرة، سعود حاول سعود لكن لامست ريل لاعب على العطية ناحي اصل الحمادي، هذا الحمادي لامست ريل وكرة مع الحجرف وسعود الحمادي، خذ الكرة الحمادي فاست بريك سريع يا نجف، لكن هالمرة صاحي عيسى البلوشي صاحي، وهذا نجف عبد الله نجف، شوف تمرير من الحمادي لكن نجف عرس مرمى، تنقطع كرة سريعة لنادي الشباب فاست بريك، برافو يا محمد سالم، هذا محمد سالم فاست بريك، حاول حارس مرمى الجهرة عيسى البلوشي، 4 الشباب 3 الجهرة، وداخلين على الدقيقة 11 تقدم نادي الشباب على الجهرة، سعود مفرح تبادل مراكز، هل في نزول على الدائرة 4-2 نفس طريقة 6-0 محمد الحجرف، الحين ما شفنا الحجرف يحاولوا يوصلوا الكرة حق الدائرة لكن لامس الخط وكان قريب الحكم، هذا الحكم بدر كان قريب، بدر المطوع حكام هذا اللقاء وحسن عباس طبعا مراقب مباراة هاني أبو، وهذا أحمد انفرح مسجل محمد مدو والميقاتي عبد الله الصبر حكامنا، كرة مع الشباب أحمد مزعل إلى الجيماز ونجف خط خلفي قاعد يجيد الضغط على لاعبي الجارة خاصة في منطقة الوسط في اختراقات، شوف فين دار على مناحي فهد مناحي، كرة مع الشباب محمد تبادل عطية من الدائرة، وهذا نجف يحاول انه يصوب لكن دفاع عبد الله نجف، قيادة طبعا اليوم علي بلوشي مدرب الشباب يقود نادي الشباب مدربين وطنيين، وهذا نجف برافو يا نجف وبرافو انت يا عطية، برافو يا علي، هذا علي برافو يا نجف، وصل الكرة بالطريقة الصحيحة إلى العطية والعطية سجل، وهذا الحجرف يحاول يخترق باللعب الفردي والنتيجة للشباب 6 الشباب 3 الجهرة، 6 الشباب متقدم على الجهرة فارق 3 أهداف، وهذا أحمد مفرح يا أحمد غير محظوظ يا أحمد بالتصويبة، وترجع الكرة إلى الشباب، الشباب قاعد يلعب بهدوء، الشباب يلعب بهدوء يحاول إنه يفتح الفارق إلى 4 أهداف، الكرة مع محمد سالم، شوف هل راح يكون لعب سلبي شايف مبارك يوسف في الباك الايسر، هذا مبارك هل راح يكون لعب سلبي، الحكام ومزعل وبرافو عبد الرحمن، حاول عبد الرحمن تصويب من تحت لكن الكره فوق وكره مع المياس الى احمد المياس حاول يوصل الكره، ماني عارف لاعبي الجاره يحاولون يوصلون الكره الى الدار، وهذا فاست بريك سريع من المزعل، برافو يا احمد مزعل، لاعبين نادي الجهره مصممين ان يوصلوا الكره حق فهد مناحي، الوقت المستقطع بالفعل مطلوب، بالفعل كابتن بدر جزاع خذ الوقت المستقطع وهو بحاجه لهذا الوقت المستقطع، لان عنده في خطا بالهجوم
خطأ هجومي واضح من لاعبين نادي الجهرة. هذا علي بلوشي مدرب الشباب، علي بلوشي قادر يقود الفريق. هاي بعض اللقطات من مخرجنا رائد البركة مفرح. هاي الكرة الغير محظوظ فيها أحمد مفرح، شوف تصب غير محظوظ فيها، يعني قاعد نشوف فاست بريك من لاعبين نادي الشباب أكثر. ونتكلم عن كرة اليد الحديثة، هي السرعة الفاست بريك، تحاول تستغل يعني بطء عودة مدافعين الخصم لأمامك. هذا بعض اللقطات والأهداف اللي تسجلت. شوف فاست بريك اللي أنا أتكلم عنه، السرعة. هاي الحجرف أيضا فاست بريك، يمكن هذه الكرة اللي سجلها عبد الله الحجرف، هذه الثانية مالت محمد عباس ولد الكابتن الكبير عباس طه. هذا فهد مناحي لاعب الدائرة، 6-0. علي بلوشي مدربنا الوطني قادر يغافل الخط الخلفي بصراحة، لأن الخط الخلفي بدأ يعتمد على فهد مناحي على الدائرة، ما في تصويب من الخارج، ما دام ما في تصويب كرة أحمد اللي تصوت فقط في الغائب. عبد الله الحجرف للحين ما شفنا تصويباته من الخارج. التسعة، شوف تبادل مراكز، بندر على الدائرة، الجناح محمد، لكن هالمرة لا يا محمد، صاحي صاحي مبارك، مبارك يوسف صاحي، كرة سريعة حمادي صراحة ينفذ برافو، لكن أربع خطوات يقول حكم أم في عاقة، قال أربع خطوات لكن في عاقة، قال أربع خطوات لكن في عاقة، أربع خطوات حسبها عاقة. مبارك يوسف، آسف، هذا محمد اليحيوح، اليحيوح هذا محمد اليحيوح رقم 82، محمد اليحيوح، محمد اليحيوح إلى عبد الرحمن بسهولة بسهولة بسهولة، دفاع مفتوح أمام عبد الرحمن الجيماز، لاعب ممتاز وما لومك يا عيسى البلوشي، دفاع مفتوح أمامك، شوف اختراق بسهولة والتسجيل الهدف الثامن. 8-3، 8 الشباب 3 الجهرة، داخلين على منتصف الشوط الثاني. الشوط الأول 15 دقيقة خلصت الأولى، في 15 دقيقة الثانية نهاية الشوط الأول، والحجرف توني قاعد أتكلم عن الحجرف، ردت له برافو، هذا التصويب الحجرف قاعد أتكلم عن تصويبات عبد الحجرف، وهذه أول تصويبة لكن بالغام ترد له مرة ثانية ولعبها هواي لكن فيه عاغ. أخليف التصويب من الخارج راح يفتح دفاع الشباب 100%، وهذا حمود، حمود حمود برافو برافو، شوف صارت ثغرة بسهولة، هذا حمود أخليف أحد اللاعبين الممتازين، لاعب منتخب الشباب لاعبنا الرائع هذا حمود أخليف، كرة مع الشباب، النتيجة 8 الشباب 4 الجهرة. اليحيوح إلى عبد الرحمن، هذا البناي رقم 7، عيسى البناي أيضا لاعب ممتاز، يجي التصويب من الخارج، هذا عيسى إلى الجناح، إيش راح ينفذ عيسى البناي؟ أنا شايف ناصر عادل ما وصلت الكرة رقم 30، برافو يا عبد الرحمن، رمية جزاء عبد الرحمن الجيماز، قادر على اختراق دفاع نادي الجهرة بمهارته الفردية، قادر يوصل لمنطقة 6 متر، ورمية جزاء، تبديل حارس المرمى، تبديل حارس المرمى فهد العيدان حارس مرمى، هل هو متخصص هذا فهد العيدان وعلي العطية، فهد العيدان والعطية، العطية برافو يا العطية برافو، هذا علي العطية لاعب دائرة ممتاز ودفاع أيضا ممتاز، والنتيجة 9 الشباب 4 الجهرة، فتح الشباب الفارق 9 الشباب 4 الجهرة، فارق 5 أهداف، فارق 5 أهداف. شوف مفرح عبد الله، عبد الله الحجرف إلى حمود،
حمود، شوف حمود، شوف حمود تصويب، لكن حارس مرمى صاحي وفاست بريك سريع البناي وهدف. برافو يا البناي، فاست بريك سريع، فاست بريك سريع. هذا عيسى البناي، هذا عيسى البناي، برافو يا عيسى، عيسى البناي فاست بريك سريع ويسجل الهدف العاشر. الشباب 10 الجهرة 4 سجل الهدف العاشر عيسى البناي. تبادل المراكز ايضا مره ثانيه، برافو. لكن عدم الاستلام، ولو مستلمها اتوقع انك لامست الخط يا فهد مناحي. فاست بريك قلت لك كره اليد سريعه، واليحيوح الى الدائره الحمادي بخبرته الحمادي، بالخبره بالخبره، هذا هو عبد الله الحمادي بالخبره الحمادي. شوف فاست بريك السريع اليحيوح شلون وصل الكره بالطريقه الصحيحه، وبرافو الحمادي يسجل الهدف رقم 11. الحمادي رقم 11، مشكلة هجومية ومفرح، لكن وين يا أحمد؟ تصويب باستعجال من أحمد غير موفق في هذا التصويب، والكرة مع الشباب راح يهدي، راح يهدي ناصر عادل، راح يهدي هذا ناصر عادل. برافو الشباب هجوما ودفاعا قاعد يأدي داخل الملعب. عبد الرحمن تبادل مراكز بين البناي وبين ناصر. جو محمد سالم، محمد سالم بإمكانه يصوب حق ده، لكن يقول حكم خطوات، يقول حكم خطوات من الصفارة خطوات. هذه كرة، برافو برافو يا لا ناشئ، أنا مو عن عبد الحجر بتكلم، أتكلم عن مبارك مندر. برافو يا مبارك، مبارك مندر، شوف شوف مبارك مندر سلم الكرة، برافو يا بندر، مبارك مندر سلم كرة لعبد الحجرف، ما يتهاون فيها عبد الحجرف، يسجل هدف رقم الخامس الجهراء، خمسة الجهراء، 11 الشباب، آخر 10 دقائق من زمن الشوط الأول، 5 أهداف للجهرة في 20 دقيقة، يعني في عنده مشكلة هجومية. شوف نادي الشباب قاعد يطبق، قاعد يطبق، راح البناي بإمكاننا يصوب يوصل الكرة، برافو في رمية جزاء، توقع رمية جزاء، برافو يا البناي، برافو يا العطية، برافو يا البناي وبرافو يا العطية، وصل الكرة ممتازة ورمية جزاء. الحارس الثالث هالمرة، الحارس الثالث فارس، فارس الشمري، فارس الشمري أمام العطية، هل راح يصطاده فارس؟ يصطاد العطية فارس؟ صعبة. برافو يا العطية علي، ثالث حارس مرمى في نادي الجهرة يحاول يصطاد رمية الجزاء، وهذه كرة سريعة من الجهرة، أخليف أخليف، لكن في دفاع قوي، في دفاع قوي، في دفاع قوي، في انذار على العطية، في دفاع قوي وفي انذار. شايف المياس على الدائرة، استبدل فهد المياس، هذا بندر الحجرف فرح الجهرة، صعوبة تصويب عنده من الخارج، وحمود رمية جزاء المرة على منو؟ محمد العطية، نعم محمد العطية رقم 3، ورمية جزاء راح ينفذها أحمد المفرح، أحمد المفرح، واللب الجميل من أحمد المفرح، هذا أحمد المفرح لاعب ممتاز. أصبح النتيجة 12 الشباب 6 الجهرة، الهدف السادس للجهرة، والكرة مع الشباب. قلت مشكلة أنا الجهرة أن عدم تصويب، القدرة على التصويب من خارج أمتار التسعة، بالعكس راح يشتد دفاع نادي الشباب أكثر وأكثر، لأنه راح يسكر منطقة الوسط، ونادي الشباب شفنا أكثر، نادي الجهرة شفنا أكثر من 4 كرة 3 كرة تحاولوا يوصلوا على الدائرة، واخطا واضحه استغلها نادي الشباب. وهذا عيسى، لكن عيسى الثاني من عيسى
البناي الى عيسى بلوشي حارس المرمى، ولعبه سريعه الحجرف 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 الى حمود، لكن هني ايضا حارس مرمى مبارك يوسف برافو. الاستعجال كان بامكان حمود يوصل الكره الى محمد فرح بالجناح، لكن التصويب هذا المياس. 12-6 اخر سبع دقائق، اخر سبع دقائق لزمن الشوط الاول، والشباب قاعد يؤدي افضل من الجهره بصراحه، قادر يستغل جميع الهجمات بغض النظر على الاخطاء. وهذا عيسى البناي، لكن في دفاع قوي من حمود. هذا عيسى البناي، هذا حمود خليف لاعب منتخبنا الشباب، والكره مع الشباب عبد الرحمن الى عيسى. عيسى شوف شوف، لكن هاي ثاني كره من عيسى البناي الى عيسى البلوشي، فاست بريك سريع الى المياس. المياس يا المياس برافو المياس. عبد المحسن، هذا عبد المحسن، هذا عبد المحسن المياس برافو. هذا حارس مرمى مبارك يوسف برافو يا المياس. شوف بالإعادة هدف من عبد المحسن المياس، الهدف السابع. 12-7 آخر ست دقائق زمن الشوط الأول، وعودة نجف مرة ثانية، عبد الله نجف في الباك الأيسر، وعيسى البناي استطاع برافو يا عبد الرحمن بخداع، لكن كرة سهلة يا عيسى البناي. في أيضا خطأ، شوف كثرة الأخطاء، ايضا خطا من حمود. هذا حمود في اخطاء، عبد الرحمن حاول يوصل الكره حق لاعب دائره على العطيه، استفاد منها الجاره، لكن لم يستفيد في الهجوم، استفاد فقط من استلام الكره ويرجع الكره مره ثانيه الى الشباب. كره مع الجناح محمد سالم ونجف، عبد الرحمن الجيماز يقود فريق الشباب، لاعب السنتر الممتاز، والعطية على الدائرة، يطلع على الدائرة، راح يلعبون 4-2 وراح يصير ضغط. العطية يحاول صوب من خارج امتار التسعة، لكن فوق، وكرة ترجع إلى مفرح حمود. شوف ماني عارف، شوف خطأ ماني عارف، لامس الخط، يقول ماني عارف ليش مصممين لاعبي الجارة يوصلون الكرة إلى الدائرة، وكان لمس الخط من المياس، كرة سريعة، شوف التسليم، ها الطريقة الصحيحة، برافو برافو يا عبد الرحمن، وبرافو يا الدائر يا الجناح محمد سالم، قطع من الجناح، شوف عبد الرحمن الجيماز ما شاء الله وصل كرة سهلة حق محمد سالم على الدائرة، بذكاء من الجيماز إلى محمد سالم، ويسجل هدف رقم 13-7 والكرة مع الجهرة، وآخر أربع دقائق داخلين عليه. عبد الله الحجرف، طيب وينك يا الحجرف، وينك يا عبد الله الحجرف، وينك يا عبد الحجر؟ شوف في مهارة فردية، شوف 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 السوى، شوف الحجرة في السوى بمهارة فردية وبسهولة يخترق الدفاع ويسجل الهدف رقم 8 الجهرة، 13 الشباب، الهدف الثامن عن طريق الحجرة، والكرة مع الشباب. المزعل صار بالجناح، وهذا عيسى خلاص بدون مقابلة، دام انك ما قابلته يا فهد تحمل الهدف. فهد شوف 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 العادة، شكرا مخرجة، شوف شوف فهد، شوف فهد يعني بدون استقبال المهاجم بسهولة، وهي كرة سريعة من سعود، رمية جزاء سعود مفرح، الخبرة سعود مفرح، رمية جزاء وفي انذار. هذا حكمنا بدر المطوع صاحي، هذا بخبرته سعود، بخبرته. شوف عيسى يا عيسى، الدخول خاطئ يكون على جسمك مو على طلب، وهذا احمد مفرح، وبرافو يا احمد مفرح، ثاني هدف رمية جزاء، هذا احمد مفرح لاعب نادي الجهرة المنتخب الكويتي، لاعب ممتاز. والنتيجة 14-9، 14 الشباب 9 الجهرة، 9 الجهرة و14 الشباب. اتوقع ان مدرب الجهرة بدر جزاع يعني في عنده مشكلة،
وهو متوقع ان مشكلته هجوميه 100%. الشوط الثاني هل راح يختلف؟ انا الشوط الاول هذا عيسى البناي الى نجف، برافو، قاعد ينفذ نادي الشباب ينفذ. لكن حرام عليك يا محمد سالم، هذا محمد سالم كرة سهلة يا محمد سالم، بإمكانك كنت تسجلها وترجع كرة سريعة إلى الحجرف الحجرف الحجرف، لكن في عام. برافو نادي الشباب، قيادة علي بلوشي، أيضا علي بلوشي من لاعبين ممتازين، لاعبين سنتر، لاعبين الأذكية في السنتر. سلامات يا مبارك بندر، سلامات يا مبارك بندر، احد ناشئين نادي الجهرة. شوف عبد الله صليلي مكان، هذا عبد الله صليلي مكان بندر، كرة مع سعود فرح، قلت لك دفاع نادي الشباب تقريبا مرتاح 4-2، تصويب من بعيد، هذا الصح يا احمد، فاجأ فيها الحارس مبارك، شوف احمد مفرح، شوف فاجأ فيها الحارس، فاجأ فيها مبارك يوسف، شوف التصويب، برافو يا احمد، ويسجل الهدف العاشر، خلص الفارق 10 الجهراء 14 الشباب، اخر دقيقه، داخلين على اخر دقيقه. عبد الرحمن الى المزعل، طلب وقت مستقطع، علي بلوشي طلب الوقت المستقطع، طلب الوقت المستقطع، اخر 58 ثانيه، هذا محمد العطية وأيضا المزعل، أحمد المزعل، هذا بدر جزاع مدربنا الوطني، بصراحة من المدربين يعني اللي عطت صورة ثانية لنادي الجهرة، بصراحة يعني نادي الجهرة يعني مركز ثاني في الدوري الدرجة الأولى، لو نشوف خمس فرق يعني يعتبر السابع في الدوري. نادي الجهرة كنا نتابع الفريق هذا كله يكون في المراكز المتأخرة، لكن بقيادة بدر جزاع مدرب نادي الجهرة بصراحة مدرب الوطني يستحق الإشادة، مو مني أنا لا، من أيضا من المدربين الثانيين، وأيضا من استديو التحليل كانوا يتكلمون عن مدرب بدر، وهذا علي بلوشي أيضا نعطيك حقك يا كابتن علي بلوشي، هذا علي بلوشي يقود نادي الشباب بصراحة، مدربين وطنيين. شكرا مخرجنا، هذا بدر 14 الشباب 10 الجهرة، هل باستطاعة الشباب أن يفتح الفارق إلى 5 أم يغلص نادي الجهرة؟ على فكرة الوقت هذا في دقيقة في هدفين، ممكن الوقت هذا ممكن يكون في هدفين، راح ينفذ الجيماز، الجيماز العقل المدبر، الجيماز العقل المدبر، ونجف الجيماز العقل المدبر، هذا عبد الرحمن الجيماز وهو العقل المدبر، وشوف وسجل الهدف رقم 15، برافو يا الجيماز، 15 10 الشباب، برافو يا الجيماز وهو العقل المدبر. شوف بدأ يطلعون لاعبين نادي الشباب يبون يكثرون يعني الفاولات، حاولون يلعبون يخلون فريق نادي الجهرة يلعب مسافة بعيدة، الحجرف الحجرف، لكن قال الحكم عطاك فرصة يا الحجرف، عطاك فرصة الحكم، واتوقع انه راح تنتهي هذا الشوط، راح ينتهي على النتيجة هذه، راح ينتهي على النتيجة هذه 15-10 في كرة عبد الحجرف، وهذا حارس مرمى مبارك يوسف. اعزائي المشاهدين انتهى الشوط الاول 15 الشباب 10 الجهرة، ننتقل فيكم استراحة قليلة ونرجع مرة ثانية إلى الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين شوط ثاني بين الجهرة والشباب، عندما تقدم نادي الشباب فارق 5 أهداف 15-10 على الجهرة من ضمن المجموعة الثانية اللي راح تقابل نادي الكويت في دور الثمانية،
والكرة معه نجف، لكن حكم يقول خطوات خطوات يا نجف، كرة سريعة، المفرح أحمد إلى الحجرف، الحجرف الحجرف يا الحجرف، الحجرف يا الحجرف، لكن تصويب ترجع إلى محمد مفرح وهدف. كان بإمكان عبد الله الحجرف يوصل الكرة إلى محمد اللي طلب الكرة من البداية، لكن عبد الله صوب الكرة وترجع مرة ثانية إلى المياس، شوف المياس يسلم كرة إلى محمد يقول تفضل سجل الهدف رقم 11. الجهرة أول كرة ضاعت من الشباب، الكرة مع نجف، وعبد الرحمن قلت لك العقل المدبر في فريق الشباب، وهذا المزعل، برافو يا المزعل، برافو يا المزعل، لكن الأفضل حارس المرمى اللي تصدي الكرة، وهذا مفرح محمد يا محمد، محمد مفرح، وهذا حسن بعباس حارس مرمى الشباب، ما يلام في كرتين كرتين، هذا محمد مفرح، شوف هذا المزعل، هذا مفرح، محمد مفرح لاعب ممتاز، محمد مفرح في الجناح الأيسر عنده إمكانية كبيرة، محمد مفرح في تسجيل الأهداف. 12 الجهرة في أول دقيقة سجل هدفين، وعبد الرحمن شفت قلت لك العقل المدبر، العقل المدبر، العقل المدبر هو عبد الرحمن، وصل الكرة إلى الجناح محمد سالم اللي سجل هدف رقم 16، وهذا الحجرف، الحجرف عبد الله الحجرف، هذا عبد الله الحجرف، هذا عبد الله الحجرف اللي احترف في نادي القرين، هو يا احمد مفرح، هذا حارس مرمى حسن ابو عباس، حسن ابو عباس 16 شباب 13. شوف عبد الرحمن مخرجنا الخراز يعيد اللقطات الممتازه، والكره مع عبد الرحمن الى نجف، برافو يا نجف، برافو يا نجف، لكن البرافو حارس مرمى عيسى البلوشي، فاست بريك سريع، محمد 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 مفرح، قلت لك عنده عنده هذا اللاعب عنده موهبه في التصويب، يعني لاعب يجيد التصويب، شوف 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 مهارته بالتصويب، شوف حركه فنيه من محمد مفرح، فر الكره على حارس المرمى حسن ابو يابس، حسن ابو عباس اسف، حسن ابو عباس، والكرة مع الشباب، خلص الفارق إلى هدفين الجهرة، داش بقوة، داخلين على 4 دقائق، ونجف، وهذا المزعل، عبد الرحمن، شوف، إلى نجف، إلى عطية، رمية جزاء، في دقيقتين، في دقيقتين يا أحمد، في مسك، فعل، هذا الحكم، حكمنا، حسن عباس، فعل، كان قريب، حسن عباس، حكمنا، عطية، مع عيسى البلوشي، شوف الحكم يطلب مسح الأرضية، سلامة اللاعبين مهمة، في رمية جزاء راح ننفذ هذا على العطية، هل راح يسجل الهدف رقم 17 العطية أم راح يتصدى لها، راح يتصدى لها عيسى البلوشي، شوف الأرضية مبتلة، هل راح يسجل علي الهدف رقم 17 من رمية جزاء أم راح تقول كلمة لي حارس مرمى الجهراء عيسى؟ عيسى راح ينفذ رمية الجزاء، عيسى هدف، اسف توقعت عيسى راح يصطاد هذه الكرة، لكن البلوشي على العطية، اسف على العطية، برافو يا على العطية، حاول البلوشي عيسى البلوشي، لكن على العطية سجل هدف رقم 17، 17 الشباب، 17 الشباب 14 الجهرة،
فارق ثلاث أهداف والكرة مع سعود مفرح والحجرف. شوف طبعا عندهم نقص عددي، هذا المياس وهذا الحجرف والصليلي وعبد الله، هل راح عبد الله يخلص هذه الكرة الصليلي؟ لكن في يعني شوف عبد الله الحجرف لو يصوب من الامتار التسعة اتوقع نادي الشباب راح يتحر يعني راح يتقدم شوية، راح يفتح ثغرة على الست امتار، لكن النقص العددي اكيد مأثر على الجهرة. يعني هل راح يكون تصويب من الخارج؟ هذا محمد، محمد الى عبد الله وكرة سهلة يا عبد الله، نجف 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 بروحه، لكن في اربع خطوات يا نجف، في اربع خطوات، في اربع خطوات، في اربع خطوات، شوف شوف خط اربع خطوات بالفعل، اربع خطوات لنجف صاحي بدر المطوع وحسن عباس حكام صاحين، وهذا الحمادي، هذا الحمادي لاعب دائرة، هذا العطية دفاع قوي من الشباب في منطقة الوسط، سعود يحاولون يطولون بالكرة عشان ينزل اللاعب السادس هو أحمد مفرح، هذا المياس، أيضا المياس يجيد التصويب خارج الأمتار التسعة، محمد شوف تبادل المراكز، عبد الله إلى سعود، سعود إلى المياس، عبد الله كمل فريق الجهرة يا عبد الله، هل راح تخترق او صوب لاحمد المياس؟ برافو، لكن برافو يا ابو عباس، برافو يا حسن، برافو يا حسن ابو عباس، هذا حسن ابو عباس، برافو يا حسن، تصدى الكره، شوف المياس دخول، يعني كانت المساحه مفتوحه له انه يسجل هدف، لكن حسن ابو عباس برافو تصدى لي كره المياس، والكره مع الشباب، عبد الرحمن ياخذها نجف، كان في خطأ من عبد الرحمن لكن عبد الرحمن استفاد منها نادي الشباب، وهدف برافو من الجناح سجل الهدف ناصر عادل، وهي كرة سريعة فاست بريك محمد، لكن ابو عباس برافو يا ابو عباس، برافو يا حسن ابو عباس، وهذا محمد بعد ما سجل ناصر عادل الهدف، راح ينفذ نادي الجهرة، وسعود، سعود إلى أحمد، أحمد إلى عبد الله، هذا عبد الله، وهذه كرة مقطوعة من المزعل، كرة مقطوعة وفاس بريك وهدف، برافو يا المزعل، برافو، برافو يا أحمد، أحمد مزعل شوف خذ الكرة، فاس بريك كرة سهلة، قطع الكرة وكرة سريعة يسجل هدف، أيضا في هدف تسجل من الجهرة عن طريق سعود مفرح، والنتيجة 19-15 الجهرة، سجل الهدف سعود مفرح الهدف رقم 15 للجهرة، الشباب 19، برافو يا سعود مفرح بخبرته، والكرة مع الشباب، رجع الفارق إلى أربع أهداف بعد ما كان الفارق هدفين، قلص الفارق في البداية الجهرة، عبد الله نجف الجيماز، شوف الجيماز برافو يا الجيماز، يوصل الكره حق العطيه، توقع العطيه لو مستلم، هذه من ناحيه، هذا فهد من ناحيه، لو العطيه مستلم الكره بالطريقه الصحيحه اتوقع انه راح ياخذ رميه جزاء او انه راح يسجل هدف، هني ترجع الى البلوشي، وهذه كره وفي ما استلم الكره، ما استلم ثاني مره ما يستلم الكره عدل، دخلنا على الدقيقه 8-19-15 الشباب متقدم على الجهرة، عبد الرحمن العقل المدبر الجيماز، ومن وين؟ برافو من مسافة بعيدة أحمد مزعل صوب على عيسى البلوشي ويسجل الهدف رقم 20، الهدف رقم 20 المياس، أحمد عبد الله، عبد الله، عبد الله الحجرف، هذا المياس إلى أحمد إلى الحجرف إلى صليلي بالجناح، ترجع إلى عبد الله، والمياز دفاع قوي، برافو دفاع الشباب، برافو دفاع الشباب، برافو دفاع الشباب، دفاع قوي، حاول وقف الخط الخلفي مناحي مناحي الى الحجرف في مساحات اللي تعتبر خلاص يعني اللعبه الفرديه وحمود، لكن في الغام
قال لك يا حمود بالغام وترجع للشباب تصويب. حمود شوف هذا احمد، احمد مفرح، احمد مفرح، توقعت حمود خليف، احمد مفرح ثاني كره، احمد مفرح الشوط الاول صوب له كره ايضا بالغام، هاي ثاني كره بالغام وترجع الكره الى احمد مزعل، احمد مزعل الى نجف، عيسى البناي في الجناح الايمن، وهذا الجيماز للشباب يقوده علي البلوشي احد لاعبين الممتازين في السنتر، ومره ثانيه تصويب من بعيد وترجع تصويب من بعيد من احمد الى البلوك الى الجناح محمد سالم تسم، قال الحمد لله ان جاتني الكره ويسجل الهدف رقم 21 21 هذا عيسى بلوشي 21 15 للشباب، رجع الفارق، وهذا احمد الى الجناح محمد، برافو يا محمد مفرح، برافو قلت لك لاعب مميز محمد مفرح، وهذا احمد اخوه، وهذا حارس مرمى حسن ابو عباس صد له ثلاث كرات، شوف محمد مفرح، ترجع الكره مره ثانيه الى الشباب، والنتيجه 21 16، 21 16، 21 شباب 16 الجهره. هل الجهره راح يغير اسلوب الدفاع اللي قاعد يلعب فيه؟ راح يتقدم على احمد مزعل او عبد الرحمن الجيماز العقل المفكر؟ شوف تصوير الكره لكن في عقل، العقل المفكر هو الجيماز في الشباب، والعقل اللي يدير فريق الشباب هو علي بلوشي مدرب الفريق، وقيادة ممتازة من علي بلوشي، وهذا عيسى البناي، وهذا الجيماز 6-0 دفاع الجيماز إلى نجف إلى عيسى، لكن هالمرة حارس المرمى ومفرح ياخذ الكرة سريع فاست بريك، وأحمد إلى الحجرف، الحجرف برافو يا عبد الله الحجرف، عبد الله الحجرف فاست بريك سريع من عبد الحجرف، شوف عبد الحجرف على حسن ابو عباس، على حسن ابو عباس بعد ما تصدى الكره ايضا فهد العيدان، استبدل عيسى البلوشي كابتن بدر جزاع مدرب، مدربنا ايضا الوطني مدرب ممتاز كابتن بدر جزاع، والكره مع عيسى الشباب، والنتيجه 21 17، وعيسى البناي راح يصوب، برافو يا عيسى، برافو يا عيسى، الهدف رقم 22 للشباب، وكرة سريعة من الحجرف سريعة إلى مناحي، مناحي برافو يا مناحي، برافو يا فهد مناحي، فهد مناحي هذا فهد، برافو يا فهد، برافو يا فهد، شوف الاختراق فهد مناحي، برافو، كرة سريعة من عيسى باستعجال، لكن وين يا عيسى؟ وين يا عيسى؟ باستعجال، شوف عيسى يبي يخلص يعني يزيد بالفارق، لكن ترجع الكرة إلى الجهرة، وفي إعاقة، في إعاقة، حاول حاول عبد الحجرف لكن في إعاقة، 22 الشباب الجهرة 18 داخلين على الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني، وسعود يا سلام يا سلام يا سلام، مو على سعود بس، سلام على هذا اللاعب محمد اللي تحرك من غير كرة، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد، شوف تحجيز من المياس ودخول محمد مفرح من الجناح إلى الدائرة، اخترق وسجل هدف طبعا بخبرة سعود مفرح اللي وصل الكرة الى اخو محمد مفرح، 22 19 22 19، برافو يا الحجرف، لكن حاول عبد الله الحجرف يقطع الكره من نجف، عبد الله نجف، وهذا محمد سالم بالجناح 4-2 4-2، لكن الجناح محمد سالم
شوف محمد سالم الى العقل المدبر، هذا العقل المدبر رمية جزاء، هذا العقل المدبر مع نزول مبارك راضي الخبرة، هذا مبارك راضي، مبارك راضي رقم 19 ولاعب الخبرة ايضا في فريق الشباب، هذا علي بلوشي، هذا علي بلوشي اللي يقود الشباب اليوم قيادة ممتازة يا البلوشي، ورمية الجزاء راح ينفذها العطية، العيدان اتوقع راح يصيدها هالمرة، العيدان اتوقع راح يصيدها، لكن لا لكن هالمرة ما شاتها فوق، كان اتوقع انت راح يصوبها فوق، لكن تصويبته بطريقة صحيحة من العطية. واحمد مفرح، وين يا احمد؟ حارس مرمى ابو عباس اصطاد فاست بريك سريع جماعي من نادي الشباب، محمد سالم، محمد سالم يهدي، يهدي محمد سالم يهدي، 23-19 23-19، والكرة مع البناي، الشباب داخلين على آخر 15 دقيقة من زمن هذا اللقاء، الشوط الثاني، وعيسى، عيسى، عيسى، لكن في إعاقة، كانت خطوات، هذا أحمد مفرح، كانت عليك خطوات يا عيسى، لكن أعطاك الحكم، شوف لو ما كانت خطوات كان الحكم حسب لك يا هدف 100%. مبارك راضي ينزل على الدائرة، وهذا نجف، من وين يا نجف؟ حاول، لكن العيدان، فهد العيدان، والمفرح، أحمد إلى الحجرف، الحجرف، أحمد المياس، شوف ايش راح ينفذ، المياس إلى أحمد إلى الحجرف، برافو، هذه الطريقة، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد، برافو، برافو يا مبارك بندر، هذه كرة اليد، شوف شلون الضغط السريع بين لاعبين وعدم، شوف كرة اليد انك لا تسلم نفسك حق الدفاع، لا تسلم نفسك حق الخصم، لما يمسك تصير كرة فاول عليك او انك تسلم نفسك للخصم والكرة بيدك خلاص انت اخرت الفريق، لكن لما تطلع الكرة اتوقع انه راح تكون هجمة خطرة. 23 الشباب 20 الجارة، خلص فارغ الى 3 اهداف، هذا اليحيوح دفاع قوي على محمد الحيوح، هذا فهد مناحي، فهد مناحي حاول كرة إلى محمد سالم، وهذا الجيماز إلى اليحيوح، اليحيوح برافو يا اليحيوح، يسجل هدف هذا اليحيوح، برافو، كرة سريعة لكن هدأ الجهرة، راح يهدي الجار، هاي اليحيوح مهارة فردية، بمهارة فردية اليحيوح يسجل الهدف رقم 24، في عاغني على الحجرف، في عاغ على الحجرف، والكرة مع الجهرة بالهجوم، سعود مفرح، شوف الدفاع، 5-1، 3-2، 3-2-1 يحولها بالأحيان، سعود إلى الحجرف، محمد مفرح ينزل على واحمد مفرح، لكن في رمية جزاء، رمية جزاء عيسى، رمية جزاء على عيسى البناي، احمد مفرح كان بامكانه انه يترك اللاعب يدخل لان حارس مرمى ايضا موجود ابو عباس، ايضا خبرة احمد مفرح، ورمية الجزاء راح ينفذها احمد مفرح، احمد ابو عباس، احمد يسجل الهدف رام 21، الجهراء سجل هدف رقم 21، أحمد المفرح 24 21 21، الجهراء 24 الشباب، آخر 12 دقيقة، والكرة مع مبارك راضي الخبرة في نادي الشباب، أيضا عندهم يعني الشباب لاعب خبرة هو يوسف الشاهين في الجناح الأيسر، والكرة مع اليحيوح، هذا اليحيوح كان يصوب من برا خارج امتار 9، شوف الجيماز، برافو اليحيوح، برافو، في دقيقتين، في دقيقتين الحجرف، في دفع، في دقيقتين يا الحجرف، والخراز مخرجنا موجود راح يعطينا اللقطة، شوف بالفعل دفع خفيف من الحجرف، وبرافو حكمنا حسن عباس، شوف الدفع،
شكرا مخرجنا الخراز. صاد لقطتك يا الحجرف، والحمد لله في إشادة من دول مجلس التعاون الخليجي في البطولة الآسيوية على وزارة الإعلام، بالأخص القناة الرياضية بتصوير البطولة الآسيوية، كان تصوير أكثر من رائع بصراحة، وشاد فيه الجميع من دول الخليج. والشكر لوزير الإعلام وأيضا إلى الوكيل والقائمين على برامج الرياضية والمصورين والمخرجين. وهذه كرة أحمد مفرح، برافو. لكن في عام حاول أحمد مفرح يوصل كرة حق أخوه محمد في عاقة، والنتيجة 25-21. شوف تبادل بين محمد وبين مبارك، كرة إلى سعود، لكن في دفاع قوي، دفاع قوي من عيسى، دفاع قوي من عيسى، نقص العددي أكيد مأثر على الجار المياس. يا سلام يا المياس، فاجأهم. شوف فاجأهم المياس، عبد المحسن المياس فاجأ حسن أبو عباس في تصويبه على الثبات ويسجل الهدف رقم 22-25-22. والكرة مع الشباب، هل يستفيد الشباب من نقص العددي آخر 10 دقائق ويرجع بالفارغ إلى 4 أهداف؟ راح نشوف أعزائي المشاهدين، نشوف نزول مبارك وسلام عليك. لكن التوصيل يعني، شوف الجماز وصل ضغط بين اثنين وفتح ثغرة حق نجف، لكن نجف لو موصل الكرة حق محمد السالم طريقة صحيحة، أتوقع محمد سالم راح يدخل يكون مرتاح في الجناح الأيسر. واكتمل الجهرة، اكتمل الجهرة أحمد مفرح. هذا الحجرف هل يقلص الجهرة الفارغ إلى هدفين؟ شوف محمد مفرح قاعد يقطع على الدائرة، وهذا شوف هني مشكلة الجهرة، دوائر يعني الدوائر سواء من فهد مناحي أو المياس لو يساعدون الخط الخلفي باستلام الكرات تتوقع راح تختلف النتيجة. شوف الشباب بدأ يتقدم، بدأ يلعب 4-2-3-2-1. شوف على سعود، برافو يا سعود يا الخبرة، برافو يا سعود يا الخبرة، برافو يا سعود. هذا بدر، كان بإمكانه ما يصفر لك بدر يا سعود، لكن عطاك لأنه فيه لمس. وهذا سعود مرة ثانية يحاول يخترق، لكن في عقل يحاول سعود مهارته الفردية وقادر أنه يخترق بصراحة، لكن التصويب قادر سعود مفرح بخبرته أنه يخترق الدفاع. وسعود إلى الحجرف، الحجرف يا سلام يا سلام على هالكرة، قلت هذه كرة اليد، لكن رمية جزاء، رمية جزاء، رمية جزاء، رمية جزاء. هذا بدر المطوع حكمنا، شوف شوف ريلة، شوف ريلة يا عيسى، عيسى فتحة الريل هي رمية الجزاء. وأحمد مفرح شوف ما حكامنا ابتسامة، ونزول مبارك يوسف، وهذا مفرح وهاي الابتسامة كانت مع الحكام الآن مع مبارك يوسف، والكل حبايب داخل الملعب حتى خارج الملعب. ونفرح نفرح مبارك، نفرح مبارك، نفرح يسجل أحمد نفرح. هذا أحمد، هذا مبارك، ظهر كان تحدي بينهم. شوف أحمد تمويه الممتاز، أحمد بالتصويب ومبارك، والهدف رقم 23 الجهرة، الجهرة يسجل الهدف رقم 23 و25 الشباب. مبارك راضي ينزل على الدائرة 4-2. شوف أحمد فرح دائرة صعبة صعبة يستلمها طريقة صحيحة، الشباب يلعب 4-2، أحمد مفرح يطلع إلى عبد الرحمن الجماز رجل لرجل، وهي الطريقة الصحيحة عشان يقاف. شوف شوف أحمد مفرح، هذه الطريقة الصحيحة هني، على تعتمد على الدفاع، قوة الدفاع أم التصويب، لكن ترجع كرة سريعة من الغائم إلى محمد إلى الحجرف، برافو يا الحجرف، عبد الله الحجرف، هذا عبد الله الحجرف، عبد الله الحجرف. شوف 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 ارتقاء عالي من الحجرف، ويسجل هدف رقم 24 الجهرة، 25 شباب. بالفعل علي البلوشي مدرب الشباب يطلب الوقت المستقطع
بالفعل انت بحاجه للوقت المستقطع يا كابتن علي، لان كان فارق لك 5 اهداف ورجع الى 4 و3 ورجع مره ثانيه 5 ورجع الى هدف واحد. هذا الكابتن بدر جزاع، الطريقه الصحيحه اللي لعبها بدر جزاع ان لما يلعب فريق الشباب 4-2 طلع احمد الفرح على عبد الرحمن الجيماز، خفت خطورة نادي الشباب اللي حاول يوصل الكرة إلى الدائرة على العطية، واستفاد نادي الجهرة وخلى نادي الشباب إنه يصوب من الأمتار 9. وهذه بعض اللقطات، هذا محمد سالم، محمد سالم، برافو محمد سالم بالجناح. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين، والنتيجة 25-24. آخر 6 دقائق ونص، آخر 6 دقائق ونص، والكرة مع الشباب. إيش راح ينفذ بالهجوم؟ أرد وأقول إيش راح ينفذ الجيماز، عبد الرحمن الجيماز إيش راح تنفذ مع البناي ومع عبد الله نجف؟ شوف بروحه حاول اختراق، يبي يسجل. وهذا فهد مناحي، طبعا هذا والده مشعل مناحي، نجم من نجوم كرة اليد الكويتية، لاعب نادي فحيل، نجم كبير، وايضا عمه محمد مناحي من لاعبين نادي فحيل. برافو، شوف مهارة فردية، شوف هذا عبد الرحمن، هذا العقل المدبر في فريق شباب. شوف في مهارة فردية، في مهارة فردية مثل ما شفنا اخو صالح الجيماز لاعب نادي خيطر، لاعب نادي القادسيه سابقا، من العقول المدبره. وهذه رميه الجزاء، عطيه، هاي عطيه، هاي علي عطيه، هاي علي عطيه، يعني علي صوبتها باستهتار، الكره الثانيه اعتبرها باستهتار، عندك انت اكثر من كذي، الغام وترجع مره ثانيه رميه زاويه الى الشباب، والكره الى شباب نجف في خطأ، في خطأ أتوقع، هل على الدائرة الخطأ؟ هل على الدائرة على علي؟ توقع تشوفون اللعبة من مكانه، المياس، المياس إلى أحمد، هل يكون التعادل العادل بين الفريقين؟ الحجرف، مبارك بندر في الجناح الأيمن، هذا محمد سعود مفرح، اخوان عيال مفرح ربي يحفظهم، وهذا احمد، وينك يا احمد، وينك يا احمد، هذا احمد مفرح، هذا احمد مفرح، والتصويب من شوف التصويب من خارج امتار 9 على حسن ابو عباس، شوف شوف شلون الارتقاء العالي والتصويب والهدف، رقم 25 التعادل، 25-25 هذا التعادل العادل بين الفريقين، بين الشباب وبين الجهرة، 25-25 داخلين على آخر 4 دقائق، آخر 4 دقائق، شوف الطريقة الدفاعية، برافو يا عيسى، برافو يا عيسى، برافو يا عيسى البناي، عيسى البناي سجل هدف رقم 26 للشباب، لاعب صغير، شوف لاعب صغير بصراحة ما يخالف، برافو عليك يا مبارك، مبارك بمهارة فردية وحركة ممتازة لكن خارج المرمى، وهذه كرة من هدف اليحيوح، هذا اليحيوح محمد اليحيوح، رجع الشباب بسرعة بفارق هدفين، بسرعة الشباب، شوف اليحيوح بسرعة رجع بفارق هدفين بعد محاولة فهد العيدر حارس مرمى، 27-25 وآخر 3 دقائق، داخلين على آخر 3 دقائق راح ندخل عليها، هالثلاث دقائق راح تكون مهمة للفريقين. انفرح بعد ما كان التعادل 25-25 الجهرة أضاع كرتين وترجع الكرة إلى الحجرف، الحجرف ونزول مبارك بندر على الدائرة، شوف نادي الجهرة قاعد يطبق، سعود يحاول يخترق الدفاع، هذا الحمادي دفاع قوي من عبد الحمادي، وهذا سعود انفرح الخبرة، انفرح
مبارك بندر راح ينفذ، سعود حاول يبي يوصل الكره حق الدائره، برافو رميه جزاء، برافو يا سعود. هل في دقيقتين؟ في دقيقتين، برافو يا سعود، برافو يا سعود، وصل الكره حق علي الرفاعي. علي هذا علي شوف خبرته، علي ايضا لاعب خبره، علي لاعب خبره، خبرته خذ الدقيقتين من احمد مزعل، دقيقتين احمد مزعل واحمد مفرح ومبارك يوسف. يا احمد مفرح على العطيه اضاع الكره قبل شوي على العطيه، وانت اضعت الكره، اثنيناتكم كل واحد ضيع كره من رميه الجزاء، ان ضيعت كره، وايضا على عطيه لاعب الشباب اضاع كره من رميه الجزاء، كره مع الشباب والنقص العددي ورجل لرجل مع عبد الرحمن جيماز هو يقود الشباب، وايضا عيسى البناي وهذا على العطيه، واليحيوح محمد اليحيوح، محمد اليحيوح والعطيه في وقت مستقطع طلبه مدرب الشباب علي، وهذا عيسى البناي، هذا عيسى البناي وقت مستقطع، والنتيجه 27-25، هذا مساعد المدرب ايضا مال الجهرة احمد فؤاد، مدرب كابتن مساعد مدرب في نادي الجهرة. هذه بعض اللقطات ايضا، اخر دقيقتين والنتيجة 27-25 فارق هدفين، هذا على العطية لاعب الدائرة، والجيماز وعيسى البناي وعلي بلوشي المدرب قاعد يعطيهم الخطة، لأنه في نقص عددي، في نقص عددي، هل راح يشرك علي بلوشي ويجازف انه يلعب 7 لاعبين يستبدل حارس المرمى، ام راح يترك الفريق بخمس لاعبين؟ بالفعل انا شايف 6 لاعبين خروج حارس المرمى، مبارك يوسف، يعني الشباب مثل ما توقعت من كابتن علي بلوش انه راح يلعب 6 لاعبين لانه عنده نقص عدد دقيقتين. هل راح يستفيد نادي الجهرة ويسجل هدف؟ لان المرمى فاضي، راح يكون المرمى فاضي، البناي هني، الجيماز عيسى البناي ايش راح ينفذ؟ الجيماز الى محمد، محمد الى عيسى باختراق، برافو يا عيسى، باختراق من عيسى، باختراق من عيسى، وكره سريعه مفرح الى الرفاعي الى محمد بالغاب، وترجع الى بندر، لكن وين 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 يا مبارك بندر؟ حاول مبارك بندر، هذا مبارك بندر، هذا مبارك بندر، حاول شوف محمد فرح بالغام وترجع الى مبارك بندر، لكن التصويب بالطريقه الخاطئه، وترجع الكره الى الشباب، اتوقع بفارق 3 اهداف واخر راح ندخل على اخر دقيقه، راح تكون صعوبه على الجهره، راح تكون صعوبه على نادي الجهره. الكره مع عبد الرحمن البناي، عيسى البناي اللي ادى الدور، شوف 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 هذا اللاعب عبد الرحمن الجيماز، شوف الذكاء، عيدها لنا يا الخراز، عيدها لنا، خل نشوفها، خل نشوف، شوف شوف الذكاء، شوف حتى الجولكي ما كان صاحي لها نهائي، ما توقعها فهد العيدان، والهدف رقم 29-25 خلاص توقع فارق 4 اهداف بعد ما كان تعادل 25-25، رجع الشباب مره ثانيه بقياده علي بلوشي مدرب الفريق، خلاص النتيجه واضحه اعزائي المشاهدين 29، هل راح يسجل المناحي؟ لكن حارس المرمى عيسى، عيسى عيسى فاست بريك، والهدف رقم 30، الهدف رقم 30، هذا عيسى البناي، 30 الشباب 25 الجهرة، الثواني الأخيرة وانتهى هذا اللقاء أعزائي المشاهدين بفوز نادي الشباب على الجهرة 30-25. طبعا راح يلاقي الشباب نادي الكويت في الدور 8، وانتهى هذا اللقاء، تقبلوا تحياتي، كان معكم من داخل صالة نادي الكويت بكيفان عيسى عبد القدوس.